آسف بس المساحة كالعادة يعني. نرجع للمسألة تاني، أنا كنت قايل إن احنا جبنا أول حاجة الفولت بتاع اللاين أو وصلناه لجهاز 3 فجبنا منه فولت الفيز، وبعد كده قلنا هنعمل ايه فولتج ديفايدر، لأن هو مقاليش في المسألة إن هو شغال عند الفول لود، فما نقدرش إن احنا نستخدم الايه الباور بتاعته عشان نجيب التيار. فبالنسبة لي هنجيب الفي باستخدام الايه الفولتج ديفايدر بتاعي، فهتبقى الزد ال على الزد ال زائد الزد اس في الاي اف. من هنا كل حاجة الانجل بتاعتها موجودة ما عدا الانجل بتاعت الاي اف اللي هي 1905، بس الانجل بتاعتها اللي هي ايه اللي هي دلتا، اللي هي اصلا مطلوبة منك في الايه في المسألة، اللي هي كانت الايه الباور انجل. الباور انجل اللي هي ايه الزاوية بتاعت الاي اف. طيب هيبقى انا عندي بالنسبة لي الفي قلنا اللي هو عندي الريفرنس كنت بنخلي زاويته ايه زاويته صفر، فده هيطلع لي بقيمة والزاوية بتاعتي هيبقى فيها انجل دلتا. فانا بالنسبة لي ده هيطلع لي بقيمة كام؟ يطلع لي 1619.1 زاوية دلتا ناقص 5.7. يبقى انا من هنا كل ده المفروض ان هو هيساوي الفي والزاوية الصفر، فانا من هنا هعمل معادلتين، الفي بيساوي الجزء ده والصفر بيساوي الدلتا ناقص الايه 5.07. فانا بالنسبة لي الدلتا بتاعتي هتساوي 5.07، ده الفي. طيب انا كده جبت الفي وجبت الدلتا اللي هي الباور انجل، فاضل اخر حاجة الايه الفولت ريجوليشن بالنسبة لي هيساوي ايه، احنا قلنا اللي هو على طول الاي اف ناقص الفي على الفي اللي هو هيساوي ايه معلش اسف كان في مكالمة بس حصل فايبريشن. جميل، فانا بالنسبة لي هيبقى الاي اف اللي انا جايبه اصلا من فوق اللي هو 1905 ناقص الفي اللي هو لسه جايبه ده اللي هو 1619 على الايه على الفيو، هيطلع لي النسبة ايه النسبة بتاعت اللي هي هتبقى 17.68% في الايه في المية. في المسألة التانية او في نفس السؤال كان عايزها، بس الزد ال بالنسبة لي المرة دي مش 3 زائد جي 4، لا كان عايزها 3 ناقص جي 4. نفس الخطوات مش هيحصل فيها اي تغيير، هتجيب الزد ال تحطها وتجمع عليها الزد اس في المقام وتعمل الكلام ده، هتطلع عندك القيمة والانجل بس هي اللي هتختلف، فمنها الايه فمنها ال فمنها بس الايه الانجل بتاعتك هتختلف، وكمان القيم بس علشان الايه الزد اتغيرت، فالقيمة والانجل هما هيتغيروا بس هي كده كده نفس الخطوات يعني، فمش هنكررها تاني. اخر حاجة بالنسبة لي في الشابتر ده اللي داخل في الميد ترم حاجة اسمها بواتير ميثود، فديت بالنسبة لي بجيب بيها حاجة المهمة اللي احنا كنا بنلف عليها من الاول اصلا اللي هي الايه الاكس ال. فانا بواتير عمل طريقة ان انا نجيب فيها الاكس ال بطريقة سهلة وسلسة يعني، ما فيهاش اي ايه ما فيهاش اي صعوبة. هو اصلا في الاول كان قالك ان انا عندي الروتور بتاعي في الفي اف بيطلع لي الاي اف، وعندي هنا الاي اف المتولدة في الجنريتور، وطبعا كان عندي اكس اي واكس ال وكان في ار اي بس هو عمل لها نجلكت عشان قيمتها صغيره جدا مقارنه بالاكس اس يعني، وحط هنا زيرو باور فاكتور اندكتيف لود، اللود بتاعي زيرو باور فاكتور اندكتيف ايه اندكتيف لود. طيب دي كده الرسمه بالنسبه لي. هنا الاي اف قال لك ان في فولت على الاكس اي من هنا لحد هنا، الجزء ده عمله الاي اي الاي فاي، ده الفولت على الايه الجزء اللي هو ده اللي هو بالنسبه لي الاي اي في الاكس ال زائد الايه الفي، وهو طبعا هامل الايه هامل الار اي لان قيمتها صغيره جدا. طيب انا الاي اف هيولد لي اف 2، تمام اهو الاي اف هيولد لي ايه اف 2، الاف 2 هتولد لي ايه تولد لي فلوكس اللي هو الايه الفاي ايه الفاي اف بتاعي، الفاي اف بتاعي هتولد لي الاي اف بالايه بالمنظر ده. طبعا الكلام ده كله ايه عدناه. طيب جميل جدا، بالنسبه لي الاي ايه اللي هيمشي هنا هتبقى ايه علاقته بالاي اف؟ انا اللود بتاعي اندكتيف، فبالنسبه لي هيتاخر زاويه ايه زاويه 90، فهيبقى هنا في اي ايه.
طب مش الاي ايه ده هيولد لي اف برضو اللي هي بالنسبة لي الاف واحد. جميل، يبقى انا بالنسبة لي الاف واحد بقت لتحت وبقى في عندي اف اتنين لفوق، فالريزلتنت بتاعتهم هتبقى ايه؟ انا هنعتبر ان الاف اتنين كانت اكبر، فبالنسبة لي الريزلتنت هتبقى ناحية الايه؟ ناحية الاف واحد. طيب ده الريزلتنت ايه؟ الايه؟ الام ام اف. حلو، طيب جميل. مش انا قلت من هنا ان الاي اف المفروض اللي هي هنا كده هتساوي الاي اي في الاكس اي زائد الاي فاي؟ طيب يبقى انا لو طرحت الاي اي اكس اي من الاي اف هتديني الاي فاي. طيب يبقى انا لحد هنا كده الجزئية بالاحمر هنا كده لحد هنا كده دي الاي فاي، والجزء الصغير ده هو الاي اي في الاكس اي. حلو، طب مش انا قلت برضو من ايه، من اللوب الصغير ده، ان انا عندي الاي فاي هي عبارة عن الاي اي اكس ال زائد الفي. حلو، يبقى انا لو جبت هنا الفي، الفي لو كانت لحد هنا، فالجزء اللي فاضل في النص ده هو ايه؟ هو الاي اي في الاكس اي في الاكس ال. حلو، يبقى انا كده بالنسبة لي الاي اف شلت منها الاي اي اكس اي، جبت الاي فاي، شلت الاي فاي منها اي اي اكس ال، جبت منها الايه؟ الفي. فبواتير بالنسبه لنا هنعمل حاجه صغيره خالص، ان انا هنجيب الفي والاي منها هنجيب الايه؟ الفرق ما بينهم اللي هو اي اي اكس ال. طيب ده بيجي ازاي؟ قال لك اول حاجه انا كان عندي كيرفين كنت بشتغل عليهم، بتاع الاوبن سيركت وبتاع الايه؟ الشورت، مش هما دول اللي انا كنت شغال عليهم؟ جميل جدا. قال لك هو هيدي لك التيار الاي اف اللي هيجيب لك الفي ريتد، هيدي لك الاي اف اللي بيبقى بره ده اللي هيدي لك هنا الايه؟ الفي ريتد، الاي اف تطلع بالفي ريتد. فانت هتعمل ايه؟ هتيجي هنا عند الاي اف اللي بيدي لك الفي ريتد، وهتيجي من هنا ومن هنا تطلع ايه؟ فوق كده، هتطلع النقطة دي، النقطة دي اسمها بي. النقطة دي هي راس المثلث اللي انت هتبدأ تشتغل بيه اللي هو بتاع بواتير. طيب بعد كده هعمل ايه؟ قال لك هتعمل حاجة صغيرة خالص. انا بالنسبة لي هيديني الاي اف والفي ريتد. طب مش الفي ريتد ممكن اجيب منها الاي ريتد؟ جميل، فانا هنيجي بالاي ريتد وهنيجي داخل على الشورت سيركت، صح؟ كنت بنخش بيه على طول. جميل، يبقى نخش بالايه؟ بالاي اي ريتد على الكيرف بتاع الايه، او اللاين ده بتاع الايه؟ الشورت سيركت. هننزل تحت هنا هنجيب نقطة اسمها بي داش. لحد كده مفيش اي مشكله خالص. يبقى انا اول حاجه بنجيب الفي ريتد مع الاي اف نجيب النقطه بي، بعد كده بنخش بالاي ايه؟ بالاي ريتد هنجيب النقطه اللي هي بي ايه؟ بي داش. لحد كده مفيش اي مشكله خالص. الحاجه الثالثه اللي انا هعملها هنقيس المسافه او بي داش اللي هي المسافه دي. حلو، جميل. هنيجي على المسافه ديت هنيجي هي هياها من هنا لهنا هنيجي عاملها على الايه؟ الخط ده، ولتكن هنا مثلا هنا دي الاو، يبقى هنا او بي داش اللي هي الحته الصغيره دي مثلا اللي هي مساويه لدي، بس على الرسم هنا هتبقى احسن بكتير. لحد كده تمام. بعد كده بعمل ايه؟ قال لك مفيش اي حاجه تانية، انت كل اللي انت بتعمله بتجيب خط موازي للايه؟ عارف انت الاير لاين جاب اللي هو بيبقى هنا ده، هتيجي جاي نفس الاير لاين جاب ده موازي بالارستو هنا عند النقطه اللي هي او، بداية الخط بتاعنا اللي هي النقطة او اللي انا لسه جايبها من هنا دي، هتيجي جاي عامل ايه؟ خط موازي ليه بالمنظر ده. طيب بعد ما اعمل خط موازي ليه ده، النقطة اللي انا جبتها فوق ديت هتبقى ايه؟ هي دي راس الايه؟ راس المثلث بتاعي، فهيبقى عندي المثلث بالمنظر ده، وايه؟ والضلع القايم اللي هنا ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الاتش اللي هي بتمثل لي الاي ايه في الاكس ايه في الاكس ال. فاللي هنا ديت كده بالنسبه لي النقطه اللي انا جبتها فوق دي اللي هي الايه؟ الاي فاي. فيبقى انا عندي اول حاجه خالص بعملها بنحط الايه؟ الفي ريتد مع الايه؟ الاي اف. دي اول حاجه. بعد كده بنجيب الاي اي ريتد بنزل بيها اجيب الايه؟ الاو بي داش. ادي الاو بي داش اهي، هاجي من هنا اجي جايب الايه؟ الاو، وهنا البي المسافه بتاعتي اهي هي نفس مسافه الاو بي داش. بعد كده بعمل ايه؟ الاير لاين جاب اللي هنا هعمل موازي ليه من النقطه بتاعه او، فهنجيب ده كده، فالخط اللي هو هيقطعه مع الكيرف اللي فوق ده
اللي هو بتاع الشورت سيركت ده راس الايه، راس المثلث. هنيجي هنا، دي بالنسبه لي الاي فاي. الاي فاي ديت لو نزلت من فوق لتحت عمودي كده، اللي هي المسافه ديت يعني من بره، فالمسافه ديت من بره اللي احنا قلنا المفروض اللي هي هتساوي ايه، ده نقصت منه ده هيتفضل لي ايه، الاي اي في الاكس ال اللي احنا لسه قايلينها فوق. فالمسافه اللي هي الاتش ديت بالنسبه لي بتعرف لي الاي اي في الاكس ال، والاي اي طبعا الريتد اللي انا داخل بيه هقسمه على القيمه اللي هي اي فاي ناقص الفي اللي هي القيمه ديت، فيطلع لي الايه، يطلع لي الاكس ال. فديت القيمه الحكايه اللي انا ايه بنحسب بيها قيمه الايه، الاكس ال. فكان في مساله اللي هي في السلايد بيقول لي عندي المكنه بتاعتي كانت 12 الشورت الاوبن سيركت وشورت سيركت كيرف يعني هو مديهم لي، وعندي المكنه 12.6 من 10 كيلو فولت و50 ميجا وات و85% باور فاكتور و4 بول و60 هرتز. فهو بيقول لك الكرنت 1100 كان ريكوايرز يعني اللي هو ايه للفيلد علشان يطلع لي للايه للريت. فانا بالنسبه لي عندي الاي اف هنا هتبقى 1000 وايه 1100. فهو عايز احسب الايه الاكس ال. اول حاجه بالنسبه لي خالص انا معايا البي ومعايا الفي ريتد، بس لاين هنحولها للايه، هحولها للفيز، هقسم على جذر 3 حلو. وبالنسبه لي هنجيب الاي ايه، الاي اي ريتد هيساوي الايه البي على 3 في فيز كوزاين الايه، كوزاين الزاويه اللي هو البار فاكتور اللي هو مديهولي 85%. هنطلع الايه الاي ريتد. فاول حاجه الفي ريتد مع الالف مية وعشرة هيديني الايه النقطه بي اللي انا كنت جايبها، اللي انا عرفت انا مستخدمها ازاي. هنجيب النقطه بي، هنخش بالاي ريتد اللي انا لسه جايبه، هنجيب ده هنقطع الشورت سيركت لاين هينزل لي تحت نقطه او بي ده البي داش يعني. فهنيجي من اول الايه الخط عندي لحد هنا اللي هي او بي داش، هنيجي حاططها فوق من ايه، من عند البي، نجيب الاو بي منها، هنعمل خط موازي للخط بتاع الاير لاين جاب من عند النقطه او اللي انا لسه مطلعها لحد ما اطلع بيها اخبط في الايه في الكيرف بتاع الاوبن سيركت واجيب النقطه التقاطع بتاعتي. فهي دي بتبقى راس الايه المثلث، انزل بيها يبقى دي النقطة H. فهي عبارة عن الفرق ما بين الـ A فاي والـ A والـ V اللي هي بتمثل لي IA في الـ A في الـ XL. هقسم على الـ IA اللي أنا لسه جايبه أصلا من هنا، هنجيب الـ A، هنجيب الـ XL. طيب في مسألة كانت موجودة في السلايد اللي هو كان بالنسبة لنا قايل لنا عايزها في الـ A في الشيت اللي هي هتتسلم يعني للمعيدة، كان بالنسبة لي ما كانش مديني المنظر ده، ما كانش مديني الفي والاي والكلام ده. هو كان مديني، والمفروض ان الفي موجودة على الرسمة بس مش باينة، بس في طريقة تانية هنشتغل بيها اللي هو ايه، مديك الكيرف، كيرف الاوبن سيركت، ومديك كيرف كمان للايه، الكيرف تاني اللي هو بالنسبة لي بنجيب منه الايه نقطة البي اللي هو عامل ايه. انا عندي المساله كانت ايه اللي هي مساله 2 في الشيت تحت، كانت عندي المنظر ده كده وعندي كده وعندي من هنا كده طالع بايه بكيرف. فانا كل اللي انا هعمله ايه، لو انا معيش الاي اف اللي هنجيبها علشان نجيب الريتد كارنت مثلا، او نعمل، هو بالنسبه لي مديني الايه، مديني الفولت بتاعي مكتوب تحت ايه 2300. فانا ممكن نعمل ايه، هنيجي من 2300 الريتد ده لحد ما نقطع الايه الكيرف اللي هو ايه مديهولي ده، هنيجي من هنا هتبقى دي النقطة ايه، النقطة بي. بعد ما نجيب النقطة بي هنعمل ايه من الـ IA اللي انا الـ IA rated بالنسبة لي من البي والـ V اللي عندي، هنجيب الـ IA rated هنجي هنا نازل جايب الـ A الـ B داش، يبقى هنا الـ OB داش هنجي هنا موقعها على الـ A على الخط ده، ومن هنا هنعمل ايه بتاع موازي للـ A للـ A جاب، ومن هنا هنجيب الـ A، هنجيب الـ H. ده كده كروكي للايه اللي انا هشتغل ايه، هشتغل عليه تمام. بس كده بالنسبة لنا ده جزء ايه دكتور مجدي، وان شاء الله برضو هنبدأ ننزل فيديوهات في جزء دكتور ايمن. حاولوا تعملوا سبسكرايب عشان الحاجة تنجي معاكم بسرعة لما تنزل، علشان هتنزل في اوقات مختلفة مش هتبقى ورا بعض، فمش ما اعتقدش ان هيبقى فيه بوست مجمع ليهم يعني بإذن الله. فحاولوا تعملوا سبسكرايب بحيث الحاجة لما تنزل تاخدوا بالكم منها. ويعني دكتور مجدي قال اللي هو ممكن يربط الاربع شباتر دول ببعض، ان انا ممكن في مسألة يديني يطلب فيها الاي اصلا من الاول خالص اللي هي 4 و44% في الاف في الان في الاي في الفاي قصدي في الكي دبليو، فممكن يربطها من الاول خالص بحيث ان انت تجيب من الاي تروح للايه
للكيرف بتاعك. فهو قال خلي بالك، وخلي بالك من الرسمه ديت والرسمه اللي قبليها، لان هما الاثنين نفس الكيرفين ما تغيروش، الاوبن سيركت والايه والشورت سيركت، في اللي انا نجيب الاكس ساتوريتد وان ساتوريتد برضو دي تخلي بالك منها، لان المسائل ديت رسمي جايه. هو ممكن يجيب كام نقطه نظري ان انا الجنريتور بتاعي في المسمى بتاعه بنقول عليه alternator، عندك مثلا بعمل شورتد في المكنه علشان اقلل الهارمونكس بتاعتي، شويه نظري من الكلام الخفيف بتاعه، ما اعتقدش ان هو هيزود اكتر من الاثنين دول لو جاب حاجه منهم اصلا يعني، والباقي هتبقى مسائل بالمنظر ده، فمعظمها سهل يعني باذن الله، وان شاء الله يكون امتحان كويس يعني. شكرا.